أحسن الله إليكم. المستمع ميم خاء يقول: من حج وهو يصلي ثم ترك الصلاة بعد ذلك، هل يبطل حجه الأول؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إن تاب إلى الله لم يبطل حجه على الصحيح، وإن لم يتب واستمر على ترك الصلاة بطلت جميع أعماله من حج وغيره وصار مرتدا. نعم، والمرتد الردة تبطل الأعمال. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالد. وترك الصلاة متعمدا ردة عن دين الإسلام. ماذا يبقى من الإسلام إذا تركت الصلاة؟ صلى الله. نعم.